بيك. اهلا بيك. كنت عايزه حضرتك تكلمنا عن اغنيه صبيه وتعاون مع هايدي موسى. الحقيقه ده اول تعاون بيني وبين هايدي موسى في اغنيه لسه صبيه. الاغنيه معموله باللهجه البدوي السيناوي، تجربه جديده عليا، انا اول مره اكتب اللون ده، لكن مش غريب عليا كلهجه لان انا اصلا مولود في الصعيد، وحتى المكان اللي هم صوروا فيه الكليب قريب شويه من المكان اللي انا ساكن فيه، فاللهجه شويه بالنسبه لي خفيفه يعني عليا. الفكره بتاعت الكلام نفسه جات لك ازاي؟ والله انا يعني بكتب عموما مفتوح، يعني مفتوح بمعنى اللي هو انا الفكره اللي بتجي لي بكتبها، مش بجهز لها حاجه. كنت كاتبها اصلا؟ كنت كاتبها قبل ما ابعتها لهايدي. وعرضتها عليها؟ بقى خلصتها الاول مع الملحن مصطفى حامد، وبعدين سمعناها لهايدي عجبتها جدا. زي ما هي كتبت باللهجه دي. حتى انا حضرت التسجيل مع هايدي عشان كده، يعني عشان اراجع اللهجه، بس هي ما شاء الله شاطره جدا يعني. اتكلمنا عن اعمالك اللي جايه، يعني حضرتك بتحضر لحاجه جديده؟ في حاجه مع الهضبه عمرو دياب ان شاء الله، من لحن عمرو دياب برضو نفسه، وفي حاجه مع احمد سعد برضو باذن الله قريب، في حاجه مع ساموزين اسمها جمال ودلال، حاجه من الاغاني القريبه للقلب يعني. اتكلمنا عن تفاصيل شويه عن الاغنيه مع عمرو دياب. ده مش هينفع خالص مع عمرو دياب اي تفاصيل. الاغنيه مقسوم حاجه راقصه شويه، يعني حاجه صيفي قوي. بدات فيها؟ خلصناها اصلا يعني. خلصناها بس لسه ميعاد نزولها دي بقى عنده هو، يعني سجلت. سجلنا الحمد لله. طب حضرتك دخلت مجال التاليف بقالك كتير ولا لسه فتره؟ انا بكتب من 2006، من ثانويه عامه تقريبا يعني، من 2006. دخلت مجال الفن امتى؟ دخلت مجال الفن انت، ما انا بكتب من 2006 اوريدي، بس بدايه اول شغل ليا نزل مثلا 2009 حاجه كده يعني. التعاون مع فنانين وكده كان من 2006 ولا لا؟ فنانين كبار كان بدايه من 2012. عملت اغنيه في فيلم لهدى، هدى المطربه الشعبيه هدى، وتكرر اللقاء تاني مع هدى، عملت معاه حوالي 4 اغاني لحد دلوقتي. كانت اول اغنيه ليا مع هدى يعني، كان في فيلم، كانت 2012 تقريبا يعني. ما فكرش تلحن؟ لحنت حاجات، لحنت الهدى اغنيه، ولحنت الشمس الكويت، عملت الهدى اغنيه اسمها جامده كلامي ولحني، عملت الشمس الكويتيه اغنيه اسمها كهربا برضو كلامي ولحني، عملت كام حاجه كده يعني في الخفيف يعني. من الفنان اللي انت نفسك تعمل له اغنيه؟ حماقي، نفسي اعمل حاجه لحماقي قوي ان شاء الله. ما اشتغلتش مع حماقي قبل كده، بس بحب تامر جدا، بس انا نفسي في حماقي قوي يعني. ما اشتغلتش معاهم اثنين؟ ما اشتغلتش مع تامر ولا مع حماقي، نفسي في حماقي جدا، واتمنى اشتغل مع تامر طبعا. والفنانه اللي نفسك تشتغل معاها؟ شيرين عبد الوهاب طبعا. اشمعنى؟ ده صوت مصر بالنسبه لي. بالنسبه لي انا صوت مصر. بتحب مجال التمثيل؟ يعني ممكن تفكر انت تدخل مجال التمثيل، تالف حاجه؟ في بقى حاجه كده يعني، في ورشه كتابه سيناريو مع السيناريست نهاد وحيد، دي حاجه يعني شغال فيها، بشارك فيها يعني ككاتب. التمثيل نفسه؟ لا التمثيل نفسه لا، ما فيش حاجه. ولا ما قلتليش كل حاجه. ربنا يخليك.